مراجعة الصف الثالث الابتدائي ما هو مهم في مادة اللغة العربية بإذن الله. راجعوا من الأخير إلى البداية. نجو خدينا درس بلادي ليبيا وبنشوفه هنا في صفحة 86. أين تقع ليبيا؟ في شمال قارة أفريقيا. هواؤها نقيل وجبالها رائعة. خيرات بلادنا كثيرة. التعليم أساس بناء الإنسان. ورتبوا الجمل. ليبيا اسم جميل، اسم عريق ليبيا، ليبيا اسم عريق، اسم رائع ليبيا، ليبيا اسم رائع، وبلد ليبيا الخيرات، ليبيا بلد الخيرات، جميلة شواطئ ليبيا، شواطئ ليبيا جميلة. أين تقع ليبيا؟ في شمال قارة أفريقيا. ما الثروات الطبيعية التي تتميز بها صحراء ليبيا؟ ركزوا على صفحة 85. ما الثروات الطبيعية التي تتميز بها؟ تتميز بالغاز والنفط والمعادن. 4 تلاميذ شاركوا في الحديث عن بلاد، فما هم؟ أحمد، فاطمة، علي وعائشة. هم 5 طبعا اللي تكلموا. خدينا أيضا درس الصحراء وعرفنا شن معنى تأقلم. تأقلم أي أنها تعود. القيط هو الحر الشديد.